بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر كل الإخوان اللي اتصلوا واللي ما قدرت أجاوبهم. حقيقة حبيت أطمنكم إنه أنا الحمد لله الآن بصحة جيدة، و يعني الصبح حسيت إنه أنا إيش قاعد أتعرقان والسخونة عالية عندي وصار عندي ضيق تنفس. حقيقة جيت للمستشفى وانطوني الأكسجين، ارتاحت عليه هواية واخذوني المسحة، ويعني الحمد لله الأمور مطمئنة إن شاء الله. وهذا الفيروس يعني مرة ينشط مرة يهدأ، بس إن شاء الله سبحانه وتعالى ينطينا الصحة والسلامة. وحقيقة أشكر كل من تعاوني بهذا الموضوع، خاصة الكابتن عدنان دلوقت اللي كان لحظة بلحظة وياي. شكرا لأبو حيدر الوفي الأخ الصديق الغالي وكل الإخوان اللي سألوا عليه واللي قدرت أجاوبهم واللي ما قدرت أجاوبهم. ممنون منكم، تحياتي لكم. الحمد لله إن شاء الله هي يعني أزمة وتعدي إن شاء الله. دعاكم لنا بالشفاء إن شاء الله ييسر الأمور وتعدي هذه الأمور ويباركم علينا بسكم. اليوم الموقف الصبح اللي مريت به أتمنى ما حد يمر به، يعني ضيق النفس إلى حد معين إنه كده يعني كان ممكن أن أفقد النفس تماما يعني. بس الحمد لله يعني هسه أفضل بكثير الحمد لله. إن شاء الله الله يعطيكم الصحة والسلامة، يعطيكم الصحة والسلامة ويحفظكم من كل شر وكل مكروه يعني. شكرا لكل الجمهور وكل الإخوان ولكل الأصدقاء ولكل الإعلاميين، كل من سأل عليه شكرا جزيلا.